يعني الحين طالع الكتاب قاعد يتمسخر بي من اول مباراه الى اخر مباراه. Ooh.
ضربة جزاء ما فيها أي اختلاف، ضربة جزاء ما فيها أي اختلاف. جدا صعبه لما تلعب مع فريق كبير زي الهلال والاتحاد والاهلي تكون مباراه صعبه طبعا يعني، بس انه على الاقل تلاقي فريق ندلك، لكن لما تلعب مع فرق صغيره جدا تلقاهم مقفلين عليك. من رئيس نادي الحزم والله يزعلون كثير من كلمه صغير جدا. صغير جدا، قد فاز بدوري، قد فاز بكاس، في جمهور، لكن اقول للجماهير النصراويه النصر نصر، ما علينا من اي نادي ولا احد، صديقنا ما صديقنا لنا ولا احد صديقنا.